السلام عليكم، سامعيني؟ سامعينك دكتور. اوكي، اليوم راح نحكي عن شابتر دائما ريليفنت للاكسترا فاسكولار ادمنستريشن اوف دراج، اللي هو الباي افيلابيلتي اند بايو ايكوفالنس. طبعا حكينا قبل هالمره الباي افيلابيلتي بحاله الاي في بولس هي 100%، بحاله الاكسترا فاسكولار بتكون ليس ذان 100%، ممكن تكون 100% بس بالاغلب بتكون less than 100%. وحكينا على الاسباب اللي بتقلل، على سبيل المثال الاورال باي افيلابيلتي بالشابتر اللي كان قبل هذا الشابتر. هلا بدايه، لما شركه تنتج دواء، حكينا عمليه اكتشاف الدواء بتاخذ من 7 إلى 9 سنوات وبتكلف بجوز تقريبا المليار دولار. كمكافاه لهي الشركه بيعطوها زي الباتنسي، بيعطوها حقوق بانتاج هذا الدواء دون عن جميع الشركات الاخرى. فبدايه بيكون بس في عندنا سنجل برودكت بالسوق، بنسميها سنجل سورس دراج برودكت. اوكي، وعاده هاي بتضلها 10 سنوات زي ما حكينا، مكافاه للشركه على الجهد والمبالغ الماليه والريسيرش اللي دفعتهم وبذلتهم في سبيل اكتشاف هذا الدواء قبل ما ينزل على الماركت. بعد هيك، بعد ما تنتهي هاي البتنسي، تبلش الشركات الاخرى تبلش تطلع بالجينيركس. اوكي، فبيصير عندنا اكثر من سورس للدواء، بيصير عندنا في شركات بدها تبلش تطلع نيو برودكت من نفس البرودكت الاصلي بس من شركه ثانيه، نيو جينيريك زي ما حكينا. فبصير عندنا شيء اسمه مالتي سورس دراج برودكت. هلا طبعا هون الهدف من هذا الشابتر، احنا بدنا نثبت انه النيو برودكتس اللي طلعت على الماركت عم تشتغل بنفس الكفاءه، بنفس السيفتي، وعندها نفس الافيكاسي من السنجل برودكت او خلينا نحكي البراند اللي طلع في البدايه. عشان هيك لازم نعمل شيء اسمه باي افيلابيلتي اند باي ايكوفالنس ستاديز، نثبت فيهم انه النيو برودكتس اللي جاي من مالتي سورس دراج برودكتس دي ار بيهيفينج ان ذا سيم واي از ذا براند اور ذا انوفيتور دراج برودكت. اوكي، طبعا تعريف الباي افيلابيلتي، اتس ذا ريت اند ذا اكستنت ات ويتش ذا اكتيف انجريدينت اوكي از ابزوربد فروم ذا دراج برودكت اند بيكمز افيلابل ات ذا سايت اوف اكشن. حكينا في عملية الابزوربشن، الدواء بينتقل من سايت اوف ادمنستريشن لسايت اوف ميجرمنت. اوكي، فاحنا بدنا نشوف قديش سرعة هاي العملية وقديش الاكستنت، قديش المدى احنا فعليا بنوصل لهذا الاكستنت اوف ابزوربشن. لما نيجي نحكي تو دراج برودكتس ار باي ايكوفالنت، هذول بيكونوا يا فارماسيوتيكال الترناتيفز او فارماسيوتيكال ايكوفالنت. هلا احنا بنعرف شو الفرق بين الالترناتيف والايكوفالنت. اوكي، ذات وين جيفن ات ذا سيم مولر دوز اندر ذا سيم كونديشنز they show the same extent and rate of absorption، او يعني يا بيكون الريت والاكستنت ذا سيم، حتى نحكي عنهم باي ايكوفالنت، او الاكستنت از ذا سيم بس الريت از ديفرنت. بس لما يكون الريت ديفرنت لازم هذا الاختلاف يكون انتشنال مقصود، تمام، ولازم يكون ريفلكتد على الليبل. يعني لازم الليبل كليرلي يعني شوز انه مثلا هذا البرودكت عنده سستيند ريليز او عنده اكستندد ريليز او عنده ديليد ريليز او انتيريور كوتد تابلت. ما بصيرش انه الليبل يحكي انها ايميديت ريليز، طبعا الديفولت انه تكون ايميديت ريليز. ما بصيرش الليبل يحكي انه عندنا ايميديت ريليز والبيهيفير يكون عندنا ديليد ريليز او سستيند ريليز. اوكي، سو لازم هذا زي ما حكينا الاختلاف بالريت يكون انتشنال مقصود، ولازم كمان يكون الليبل انديكيتس انه ذير از ا ديفرنس ان ذا ريت اوف ابزوربشن فروم اور فروم ذا ريت اوف ريليز فروم ذيس دراج برودكت. طبعا احنا بنتحكم بالريت اوف ريليز، والريت اوف ريليز اذا كان هو الريت ليمتنج ستيب راح يكون يعمل limitation بالريت اوف absorption. اوكي، اذا كان الريليز بطيء الابزوربشن راح يكون بطيء والعكس صحيح. اوكي، سو طبعا كمان في عندنا شرط ثاني، احنا حكينا انه الريت يكون مختلف بشرط انه يكون intentional، يكون موجود على الليبل. والشغله الثالثه انه يكون ما بياثر الريت على الثيرابيوتيك ليفلز اللي راح نوصل لهم بعد ما نستخدمه كرونيكلي. يعني المفروض انه سواء استخدمت sustained release ولا استخدمت immediate release، بالمحصل بالحالتين انك توصل لنفس التارجت ليفلز، يكون الكونسنتريشن ويذن الثيرابيوتيك ويندو. اذروايز ما بتقدرش انت تلعب بالريت اوف ابزوربشن او الريت اوف ريليز. هلا باي ايكوفالنت دراج برودكتس ممكن يكون عندهم ديفرنت ان اكتف انجريدينت، يعني الاكسيبيانت بتوين تو باي ايكوفالنت دراج برودكتس ممكن يكونوا مختلفين. اوكي، مو شرط يكونوا ذا سيم. هلا نيجي نحكي فارماسيوتيكال ايكوفالنت. شو يعني فارماسيوتيكال ايكوفالنت؟ اول شرط وشرط اساسي وهو مشترك بين فارماسيوتيكال ايكوفالنت والالتيرناتيفز، انه يكون عندهم نفس الاكتف انجريدينت، نفس الاكتف فارماسيوتيكال انجريدينت، نفس الاي بي اي. هذا اول شرط. الشرط الثاني حتى يكون فارماسيوتيكال ايكوفالنت، انه لازم مش بس يكون نفس الاكتف انجريدينت، لازم يكون عندنا نفس السولت، نفس الاستر، نفس كمان الكومبلكس، لازم يكون عندنا نفس الدوسج فورم،
نفس الراس أو أدمستريشن حتى نفس الدوز سترينث، يعني نفس اثنين يكونوا 5 ميلي جرام حتى نحكي عنهم فارماسيوتيكال إكوفالنت. مرة ثانية حتى نحكي two drug products are pharmaceutical equivalents لازم يكون عندهم نفس الاي بي اي، نفس الصوت والإستر والكومبلكس، نفس الدوسج فورم، نفس الراس أدمستريشن، and نفس السترينث أوف دوزينج. أوكي، إذا هاي الشروط مجتمعة اجتمعت في التو drug products نعتبرهم pharmaceutical equivalent. هلا إذا أي واحد من هاي الشروط مع هذا الشرط الأول إنه نفس الاي بي اي اختل، بنسميهم pharmaceutical alternatives. يعني pharmaceutical alternatives شرط إن يكون عندهم نفس الاي بي اي، بس ممكن يكونوا مختلفين بالصوت أو الإستر أو الكومبلكس أو different dosage form أو route administration أو formulation أو different strengths. أوكي، مرة ثانية pharmaceutical equivalent كل الشروط مجتمعتين لازم تكون موجودة. أوكي، pharmaceutical alternatives شرط، الشرط الوحيد لازم يكونوا نفس الاي بي اي، والثانيين ممكن يكون فيهم يعني اختلاف، يعني ممكن يكون اختلاف زي ما حكينا بالصوت والإستر أو الدوسج فورم أو الفورميليشن أو الراث أدمستريشن أو حتى الدوز سترينث. أوكي، بنسميهم فارماسيوتيكال ألتيرناتيفز. في عندنا مصطلحين ثانيات اللي هم الثيرابيتيك إكوفالنت والثيرابيتيك ألتيرناتيف. شو الفرق بين الثيرابيتيك إكوفالنت والثيرابيتيك ألتيرناتيف؟ بالثيرابيتيك إكوفالنت لازم أول شرط أن يكون فارماسيوتيكال إكوفالنت، يعني حتى تكون ثيرابيتيك إكوفالنت لازم تكون كمان pharmaceutical equivalent، هذا أول شرط. So كل pharmaceutical أو كل therapeutic equivalent عفواً هو عبارة عن pharmaceutical equivalent، مش بس لازم يكون pharmaceutical equivalent، كمان شرط إضافي إنه لازم both of them are approved and safe and effective and also they should be adequately labeled، ولازم يكونوا produced or manufactured according to the current good manufacturing practice regulations. كل هاي الشروط إذا اجتمعت مع بعضها in addition the pharmaceutical equivalent بصير two drug products اسمهم therapeutic equivalent. يعني حتى تكون therapeutic equivalent لازم تكون pharmaceutical equivalent، بالإضافة لهيك لازم نضيف شروط ثانية اللي هي لازم تكون approved as safe and effective، لازم تكون adequately labeled، ولازم يكونوا manufactured according to the good manufacturing practice. بس مش كل pharmaceutical equivalent therapeutic equivalent. أوكي، مش كل pharmaceutical equivalent therapeutic equivalent، كل therapeutic equivalent عبارة عن pharmaceutical equivalent. صهيب شو سؤالك؟ هذا سؤالي، انه مش بالضرورة يكونوا اذا pharmaceutical equivalent مش لازم خلاص يكونوا therapeutic equivalent؟ لا مو شرط، انه نفس الاشي، ما هو نفس الدرج، نفس مساحك. هاي شروط عزيزي، هاي شروط كاملة. اول شرط اللي هو نفس انه برجع بنحكي pharmaceutical equivalent، بس في ترى شروط ثانيات اضافيات حتى نحكي عنهم therapeutic equivalent. اوكي، وصلت؟ فكل therapeutic equivalent هو عبارة عن pharmaceutical equivalent بس مش العكس. حتى تكون therapeutic equivalent لازم تكون pharmaceutical equivalent بالإضافة للثلاث شروط الزيادة هذول اللي تحت. أوكي؟ نروح للtherapeutic alternatives. هلأ therapeutic equivalent والpharmaceutical alternative والpharmaceutical equivalent كلهم كانوا نفس الـ API، كان شرط بهذول الثلاث pharmaceutical equivalent والpharmaceutical alternative والtherapeutic equivalent إن يكون عندهم نفس الـ API، right؟ بالtherapeutic alternative الرابعة هاي مو شرط يكون نفس الـ API، ممكن الـ API يكون مختلف بس بشرط إن يكونوا نفس العيلة، يعني مثلاً two NSAIDs، مثلاً aspirin وibuprofen أو cimetidine وranitidine، both of them they belong to the same pharmacological family. فالمفروض لما تعطيهم to the same خلينا نحكي disease state أو condition يشتغلوا بنفس الآلية أو بنفس الطريقة. أوكي؟ So therapeutic alternatives هم two drug products. They have different active ingredient, different API, بس بشرط إنه هذول two APIs يكونوا من نفس العيلة، من نفس pharmacological family، يعني two NSAIDs أو two antihistamines مثلاً. Okay, they belong to the same pharmacological family. They exert the same pharmacological action when they are given to the same condition, so they can be considered as therapeutic alternatives. أي سؤال لحد الآن؟ هذا فلو شارت تصفون فيه لحالكم، هو فعليا بلخص الديفينيشنز اللي حكيناها من البداية هذا الشارت. اوكي، اليو اس اف دي اي عرفت تو دراج برودكتس انهم باي اكوفالنت لما يكون عندهم there is absence of a significant difference in the rate and extent to which the active ingredient or the active moiety in the pharmaceutical equivalent or the pharmaceutical equivalent becomes available at the site of a drug action when administered at the same molar dose under similar conditions in an appropriately designed study. Okay? So مرة ثانية
لما نيجي نحكي two drug products are the same زي ما حكينا قبل مرة لازم يكون عندهم نفس الريت والإكستنت أو الإكستنت نفسه بس الريت مختلف بالشروط اللي حكيناها قبل. أوكي طبعا لازم ال two drug products ينعطوا at the same molar dose يعني the same molar dose milligram per kilogram أو mole per kilogram under the same conditions يعني ما بصيرش تقارن مثلا إنك تعطي جروب مثلا جروب drug product تعطينا ناس healthy والدرج برودكت الثاني تعطينا ناس عندهم ديزيز معين ما بيصير لازم يكون نفس الهيلث كونديشنز نفس السيتنجز ما بصيرش تعطي مثلا دواء لناس فاستد والدواء الثاني لناس فيد بدهم يكونوا نفس الكرايتيريا المرضى يعني نفس الديموغرافس عاده بيعملوا استدي على نفس البيشنتس يعني نفس البيشنتس بيجوا اول شيء بيعطوهم درج اي مثلا انيفيتور اللي هو الريفرنس بيدرسوا الفارماكوكاينتيك للدواء اندر سيرتين كونديشنز مثلا اندر فاستد ستيت بعدين بستنوا عبين ما يصير complete wash out للدواء وبرجع بعطوا البرودكت الثاني لنفس الجروب بدرسوا كمان الفارماكوكاينتيك للدواء بنفس الجروب فبالتالي انت لغيت كل الاختلافات الثانية ما عدا انه do two different products يعني انت عم تقارن نفس البيشنتس عم تقارن نفس الهيلث كونديشنز ونفس السيتنجز فالمفروض اذا كان في اختلاف بين two drug products جاي هذا اختلاف من وين؟ من عملية المانفاكتشورينج للtwo drug products. اوكي؟ طبعا حتى تكون الدواء bioequivalent ممكن يكونوا pharmaceutical alternatives أو ممكن يكونوا pharmaceutical equivalent يعني كمان pharmaceutical alternatives ممكن يكونوا bioequivalent لبعض أوكي بشرط إنه يكون عندهم نفس rate والextent أو absorption حتى تقارن two drug products ممكن تعتمد على مقارنة the area under the curve أو the CP max أو the T max هلا نيجي نحكي عن the area under the curve حكينا عن the area under the curve charters اللي قبل سواء بال IV bolus أو بالextravascular حكينا area under the curve from 0 to infinity عبارة عن dose على clearance بحالة الانترافاسكولار أو F bioavailability في dose على clearance أوكي ليش؟ لأنه F بحالة الاكسترافاسكولار ما بتساوي واحد بتكون أقل من واحد طبعا نحكي عن absolute bioavailability وهلأ بهذا الشابتر إن شاء الله رح نحكي عن two kinds of bioavailability الabsolute و relative أوكي So we have absolute bioavailability multiplied with dose divided by clearance بحالة الإكسترافاسكولار. بحالة الإنترافاسكولار هي عبارة عن dose مقسومة على clearance. طبعاً الإنترافاسكولار والإكسترافاسكولار البروفايلز أنتوا عارفين الاختلاف بينهم. بحالة الـ IV bolus ببلش التركيز عند CP node بعدين التركيز ببلش ينزل. وبحالة الإكسترافاسكولار ببلش التركيز عند zero بعدين ببلش يزيد لحد ما توصل لبيك بعدين concentration ببلش ينزل. أوكي؟ هذا IV bolus. وهذا extravascular أي سؤال لحد الآن؟ كيف نحسب area under the curve اللي هي measure of extent of absorption يعني نستخدم الترابيزويد الميثود اللي شفناها منقسم الجراف لترابيزويد from 0 to T star نجمعهم بعدين نحسب area under the curve from T star to infinity اللي هي عبارة عن CP star مقسومة على terminal K سواء كان بحالة الـ IV bolus أو بحالة الـ extravascular نفس الشيء الـ extravascular بتقسمه لترابيزويد تجمع الـ AUC from 0 to T star بعدين تحسب الـ AUC from T star to infinity هي عبارة عن CP star مقسومة على الـ terminal elimination rate constant هي عبارة عن الـ extended area under the curve أوكي؟ طبعاً إحنا بكل حساباتنا ننتبه إحنا بنحكي عن AUC from 0 to infinity أوكي؟ سواء بحالة intravascular أو extravascular كل الـ bioavailability calculations تعتمد على AUC from 0 to infinity مش AUC from 0 لـ T star هاي شغلة كمان لازم ننتبه عليها Okay, so we have AC from 0 to infinity. هي مجموع الـ AC from 0 لحد infinity. أي سؤال الآن؟ ممكن نستخدم حكينا trapezoidal method to calculate الـ AC سواء كان intravascular أو extravascular أو الـ approach الثاني إنه إحنا نعتمد على some equations. هلا الـ AC تعرفوا mathematically المفروض أخذته من calculus. الـ AC عبارة عن فعليا integration from 0 to infinity. The concentration in plasma. يعني لما نيجي نحسب the area under the curve لأي curve في الدنيا، أوكي لأي function، فعليا نعمل له integration from zero to infinity. هيك بنطلع إحنا the area المساحة اللي تحته shaded area هاي تحته بتكون هي عبارة عن integration لهذا the curve from zero to infinity. طبعاً إذا بدي AUC the area under the curve from zero to T star، بعمل integration from zero to T star. بس أنا حكينا كل the calculations تعتمد على AUC from zero لوين to infinity. أنا بعمل integration from zero to infinity حتى أطلع the area under the curve. هلا اذا عملت انتجريشن فروم 0 تو انفينيتي لمعادله الاي في بولس هاي معادله الاي في بولس اذا عملنا لها انتجريشن فروم 0 تو انفينيتي راح تعطيني هاي المعادله راح تعطيني انه اي سي فروم 0 تو انفينيتي عباره عن سي بي نود على كي طبعا هذا بشرط ان يكون عندي 1 كومبارتمنت موديل رايت سو اذا كان عندي 1 كومبارتمنت موديل اي سي فروم 0 تو انفينيتي
عبارة عن سي بي نود على كي. هلا إذا كان عندي إكسترا فاسكولار دوز وان كومبارتمنت موديل كمان، أوكي سو مرة ثانية إكسترا فاسكولار وان كومبارتمنت موديل، الأي سي فروم زيرو تو إنفينيتي عبارة عن A في واحد على K ماينس واحد على K. وصلت الاختلاف؟ طبعا هاي معادلة بنسميها موديل ديبندنت، هاي معادلة خاصة بالإكسترا فاسكولار وان كومبارتمنت أوكي للأي سي كالكوليشن، وهاي معادلة خاصة للأي سي وان كومبارتمنت آي في بولس. سو هذول الديفينيشنز بنسميهم موديل ديبندنت، بينما الديفينيشنز اللي شفناها قبل شوي للترابيزويدال ميثود هذا موديل اندبندنت، ما كان بيعتمد انه لا على الراوت ولا كان بيعتمد حتى انه وان كومبارتمنت ولا تو كومبارتمنت. الكالكوليشن ميثود راح تكون اكزاكتلي ذا سيم اوكي بحاله الترابيزويدال ميثود. سو الترابيزويدال ابروتش از موديل اندبندنت ابروتش، بينما هذا الابروتش اللي هون موديل ديبندنت. ليش موديل ديبندنت؟ لانه له شرطين، الراوت والنمبر اوف كومبارتمنتس. هاي للاي في بولس وان كومبارتمنت، وهاي للاكسترا فاسكولار وان كومبارت. طبعا اكسترا فاسكولار يعني ممكن نطبقها على الاورال، نطبقها على الاي ام، ممكن نطبقها على السبكاتينيوس، على السب ديرمال، ايش اللي بدكم اياه. اوكي اي سؤال لحد الان؟ هلا بدنا نشوف كيف نحسب البي افيلابيلتي. راح نشوف ان شاء الله انه في عندنا تو كاينز اوف باي افيلابيلتي، وي هاف ذا ابسولوت باي افيلابيلتي اند وي هاف ذا ريليتيف باي افيلابيلتي. اوكي سو وي هاف ذا ابسولوت باي افيلابيلتي اند وي هاف ذا ريليتيف باي افيلابيلتي. الابسوليوت باي افيلابيلتي بيميزها انه دائما المقام جاي من مين؟ من اي في بولس. اوكي يعني حتى تقدر تحسب ابسوليوت باي افيلابيلتي لازم يكون عندك تو تايبس اوف داتا، لازم يكون عندك الاورال داتا او الاكسترا فاسكولار داتا اللي عندك، بلس داتا جاي من وين؟ من اي في بولس ادمنستريشن. اذا عندك تو هاي تو كاينز اوف داتا هذول تقدر تحسب الاف ابسوليوت. طبعا احنا الاف ابسوليوت بنقسم الاري اندر ذا كيرف على دوز الجيفن دوز الاكسترا فاسكولار على اري اندر ذا كيرف طبعا فروم 0 تو انفينيتي على دوز اللي جاي من وين؟ من الاي في بولس. اوكي سؤال يا وعد، وعد معنا؟ وعد رزق، وعد رزق معنا؟ سؤال يا وعد، ليش قسمنا على الدوز؟ مش عارف يا دكتور. طب بدي اسالك سؤال، اذا انا زدت الدوز الاريا اندر ذا كير شو بصير فيها؟ اذا زدت الدوز ايش؟ الاريا اندر ذا كير شو بصير فيها؟ بيزيد. بتزيد. هل بينفع اقارن تو اريا اندر ذا كير فروم تو ديفرنت دوزز؟ هل ينفع ان نقارن؟ يعني هلا المفروض انه الاريا اندر ذا كيرف اللي جاي من الاي في بولس راوت من نفس الدوز تكون اعلى من الاريا اندر كيرف اللي جاي من الاورال، صح؟ صح. طيب لما اجي انا مثلا اجي اقارن اريا اندر كيرف من دوز 10 ملي جرام بس اي في بولس، يعني هذا اللي بودي لك مسجات خليه يوقف، مع اريا اندر ذا كيرف جاي مثلا 1000 ملي جرام اورال، does that make sense؟ does it make sense؟ لا لا. عشان هيك شو بنعمل؟ ما منزيده. مش ما منزيده، منقسم على الدوز، بنعمل correction for the dose. لما قسمها على 1000 وهاي على 10 لغيت تأثير الزيادة في الدوز، بالتالي كل area under the curve بتقسمها على الدوز اللي جت منها. أوكي وبالتالي أنا بلغي تأثير الاختلاف بين الدوزز، وهيك أنا بحسب الأف absolute. طبعا هذا الحكي كمان بتطبق على الأف relative. وصلت للجميع؟ سو احنا نقسم على الدوز حتى نلغي الاختلاف اللي جاي بالarea under the curve اللي جاي من اختلاف الدوزز، لانه اذا انا زدت الاري الدوز من 10 ل 1000 على سبيل المثال، الاري اندر ذا كير تقريبا راح تصير 100 ضعف، لانه وي هاف مين فارماكوكاينتيك. كل ما زدت الدوز راح يصير في بروبورشنال انكريز ان ذا اري اندر ذا كير. فعشان الغي تاثير الاختلاف بين الدوزز واقدر اقارن اري اندر ذا كيرفز فروم تو ديفرنت دوزز، بقسم كل اري اندر ذا كيرف بالدوز على الدوز تبعتها، هيك بلغي اختلاف اللي جاي او اختلاف تاثير الاختلاف بالدوزز. وصلت للجميع؟ يزيد السائح عيد اللي حكيت لك يعني حكيته. ما هو انا بنقسم الاريا اندر ذا كيرف على الدوز عشان نلغي تاثير انه مثلا لو كانت الدواء اورال وكانت الدوز له 1000 راح يكون الاريا اندر ذا كيرف يعني انه راح يكون اكبر
من الاي في اذا ما قسمناش على الدوز، فاحنا نقسمهم عشان نخليهم يعني نلغي عامل الدوز اللي اعطيناه، لانه كل ما كانت الدوز اعلى راح تكون اريا اندر ذا كيرف اعلى. اشكرك. طيب بدي اسالك سؤال، يعني هل ممكن تكون اف ابسوليوت اعلى من واحد يا يزيد؟ لا مستحيل. ليش؟ لانه اعلى شيء عندنا اللي هو الاي في بولس، واحنا لما نقسم راح تكون الاورا الاقل من الاي في، يعني دائما البسط اقل من المقام، صح؟ ما بصيرش يكون البسط اعلى صح. من المقام ممكن يكون مساوي اذا كان عندك ابسوليوت بيساوي واحد، هل ممكن تكون ابسوليوت بيساوي واحد؟ ممكن تكون بتساوي اذا واحد، كان اورا نفس الاي في. اذا كانت الاكسبوجر، خلينا نحكي بسموه الاكسبوجر، يعني اريا اندر ذا كيرف بنسميه الاكسبوجر، اذا كان الاكسبوجر من الاكسترافاسكولار نفس الاي في بولس لما نعمل كوركشن للدوز راح تطلع اف ابسوليوت بتساوي واحد، بس ما بتصير اف ابسوليوت تكون اعلى من واحد. مزبوط؟ صح. شكرا يا يزيد. طيب هلا طبعا انتم بتعرفوا different dosage forms or dosing routes they have different kind of profiles. ال IV bolus هذا ال dotted line، ال IV infusion اللي هو هذا ال dashed line، هذا طبعا IV infusion اعطينا له فترة وقفناه، وال extravascular هذا هو البروفايل، وال طبعا هذا extravascular fast absorption rate وهذا extravascular slow absorption rate. اوكي. هلا بالنسبه للاكسترا ابزوربشن حكينا، بالنسبه نحكي عن اورال ابزوربشن حكينا it depends on different factors, it depends on the nature of the drug، على سبيل المثال السوليبيليتي للدواء، البيرميبيليتي، كمان فاكتورز تاثر على الاينزيشن للدواء زي مثلا البي كي اي للدواء، وهل الدواء هل هو اسيديك ولا هل هو بيسك، كل هاي فاكتورز تاثر على الاكسترا ابزوربشن. كمان فيسيولوجيكال فاكتورز زي البي اتش للجي اي لومن مثلا، وزي الجي اي موتيليتي، طبعا pH of the GI lumen it can modify the solubility and also it can modify the permeability. ذكروا من المعادلة fix slow اللي شفناها قبل هالمرة، ربطوا المواضيع ببعضها، حكينا كل ما كانت ال ionization أعلى. يا أنسام، أنسام معي؟ معك دكتور. إذا زاد ال ionization شو بيصير على السوليبيليتي؟ بتزيد. والبرميبيليتي؟ البرميبيليتي بتقل. تأثيرها عكسي صح؟ طيب شو النت افكت نقدر نعرف ولا نحكي لازم نعمل اكسبيرمنت؟ لازم نعمل اكسبيرمنت. Yes. So if I increase the ionization, okay, that will enhance the solubility, بس بالمقابل to reduce the permeability. وهذول two opposing factors بالنسبة لتأثيرهم على النت absorption. Okay. وحكينا أغلب الأدوية الابزوربشن الأورال absorption لها أقل من 100%، طبعا لأنه الأورال absorption بيعتمد على three factors اللي هم نقدر نحكي إنه F absolute. حكينا هاي المعادلة الوحيدة اللي هي يونيك للأورال. الـ F absolute بتساوي F absorbed في F G في F H. Right؟ شو الفرق بينهم يا عتوم هذول؟ دكتور كل واحدة بتمثل مكان، إنه الـ F اللي هي total، الـ F absorbed اللي هو صار له امتصاص بالـ G I. على إيش تعتمد الـ F absorbed؟ مش عارفة شو بتعتمد. حكيناها الشابتر اللي راح. طيب هذا بيأثر على الايونيزيشن، شو كمان بتعتمد على؟ نسيتها. يعني نجي نطلع على الرسمه هاي مثلا، الاف ابزورب زي ما حكيت انه الدواء ينتقل من الجي اي لومن للجي اي وول، صح؟ شو بيأثر على انتقال الدواء من الجي اي لومن على الجي اي وول؟ او شو السيرفيلتي للدواء هون، صح؟ كمان بيرميبيلتي للدواء في الممبرين، مزبوط؟ والستابيلتي للدواء وين؟ في الجي اي لومن، كل هاي فاكتورز بتأثر على مين؟ اف ابزورب. على الاف ابزورب. طيب والاف جي؟ الاف جي اللي هي بتطلع من الجت وول على على ايش تعتمد الاف جي؟ على السيركيليشن. لا مش على السيركيليشن، كمان نفس الشيء بتعتمد على السوليبيليتي والبرميبيليتي. يعني بتعتمد على الايونيزيشن السوليبيليتي البرميبيليتي للدواء. انا حكيت لكم هيك دكتور، انا ناسي، انا اسف. كان عندك كويز صح يا حد؟ قدمت كويز؟ قدمت. درستي؟ هاي مش اجابه واحد دارس. طيب يا ألا شريف شو رأيك؟ بتعتمد على الإكستراكشن من الجت وول الـ FG. شو يعني إكستراكشن؟ يعني الـ amount of اللي هي الـ amount of drug اللي بنخسرها من الجت وول. اوكي، يعني هاي شو بصير الإكستراكشن؟ يعني شو كيف نخسر ده؟ بصير مثلا ميتابوليزم؟ اللي هي إكستراكشن بتساوي الـ
الكليرنس ان ماينس الكليرنس اوت على الكليرنس ان. ماشي ماشي يا شريف كويس. هذا كماث ككونسبت يعني. شو البروسيس اللي عم بتصير هون؟ الدواء شو ممكن يصير له بالجي اي وول؟ ممكن يصير له ميتابوليزم. يصير له ميتابوليزم؟ ممكن يصير له كمان؟ ممكن يصير له اكسكريشن. اكسكريشن يرجع باك يصير له سكريشن على الجي اي لومن صح؟ صح اه. هل هذول بيعتمدوا على السلبيتي البيرميتي للدواء؟ لا ما بيعتمدوا عليهم. طيب واف اتش؟ ممكن يعتمدوا على البي اتش وعلى البي كي اي تبعت الدواء صح؟ بيعتمدوا على الكيميكال ستراكشر. يعني بالخلاص احنا دي ار سيكوينشال بروسيسز، يعني واحد بيصير فيهم قبل الاولى الثاني. يعني هلا الاف ابزورب كانت البروسيس الاولى فولود باي الاكستراكشن باي جي اي وول فولود باي شو كملي يا الا بعديها ال بعديها بصير في اكستراكشن بالليفر. فالاف اتش بتعتمد على الاكستراكشن بالليفر. واجين شو يعني اكستراكشن بالليفر؟ شو البروسيس اللي عم تصير؟ نفس الاشي ممكن نخسر جزء من الدواء اللي هي الاي اتش اللي هي اكستراكتد الاكستراكشن الاكستراكتد دراج بالليفر، وممكن يصير لها ميتابوليزم موستلي بتكون ميتابوليزم. طيب اف جي حسب هاي المعادله شو بتساوي؟ اف جي واحد ناقص الاكستراكتد دراج بالجي اي وول. واف اتش؟ اف اتش واحد ناقص الاكستراكتد دراج بالليفر. طبعا هذا السلايد مكرر من الشابتر اللي قبله، بس يعني تيجي انه حسيت انه ريليفنت وارجع حطينا مره ثانيه. وهذا طبعا كان احد اسئله الكوز تبعونكم زي ما راح نشوف كمان شوي. اوكي سو حكينا الاف ابسوليوت اورال تعتمد على فراكشن ابزورد اللي هو بيعتمد على السيلبيليتي للدواء والبيرميبيليتي والستابيليتي في الجي اي لومين، تعتمد على الاف جي اللي بتعتمد على الاكستراكشن باي ذا جي اي وول، وبتعتمد على الاف اتش اللي هي بتعتمد على الاكستراكشن باي ذا ليفر. اوكي وحكينا هذول البروسيسز دي ار سيكوينشال. طبعا هذول كلهم عباره عن فراكشنز الاف ابزورب والاف جي اف اتش دي جو فروم 0 تو 1. هلا حتى يكون حاصل ضربهم بيساوي واحد لازم كلهم يكونوا يساوي، يعني هذا لازم يكون يساوي واحد، هذا لازم يكون يساوي واحد، هذا لازم يكون يساوي واحد. اي واحد منهم اقل من واحد حاصل ضربهم راح يكون اقل من واحد اللي هو اف ابسولوت. اوكي هلا اذا عندنا two drug products they have the same extent of absorption. يا إسراء سلامة معي يا إسراء؟ نعم دكتور. إذا two drug products they have the same extent of absorption الـ Cmax راح تكون مختلفة ولا the same؟ لا راح تكون مختلفة. احنا حكينا قبل هالمرة Cmax is a measure of rate ولا extent؟ Tmax is the measure of rate or extent? Rate كويس. وأنا سألتك طب إذا تغيرت الـ extent هل Tmax راح تتغير ولا مش راح تتغير؟ ما راح تتغير. أنا غيرت الـ extent بس الـ rate ثابت. تالي الـ parameter اللي دخل بالـ rate راح يظل ثابت. شو الـ parameter اللي دخل بالـ rate؟ Tmax. أوكي؟ يعني لو طلعنا مثلا على الرسمة هاي هون عندك two formulations A و C. اوكي معي؟ اه معك. توقع الريت لهم the same ولا بيختلف؟ لا الريت نفسه. ليش؟ تي ماكس شو مالها ذا سيم ولا مختلفة؟ اي او سي تي ماكس نفسها بالتالي الريت شو ماله ذا سيم. طب اي و بي هاي الريت تبع اي هاي الريت تبع بي؟ لا تي ماكس مختلفة. تي ماكس مختلفة so الريت من اي و بي they are different and تي ماكس are different. طب بي و سي برضو مختلفة. اوكي سو اي او سي دي هاف ذا سيم ريت انو ذا سيتي ماكس مختلفوا عن الريت تبع مين تبع بي رايت right? طيب سؤال الاكستنت بلاش ننسى حاجه ثانيه. براء الدرابسي معنا براء؟ نعم دكتور. براء الدرابسي الاكستنت هلا حكينا المعطيات هذول طبعا ذا سيم دراج
بس معطين using three different formulations A وB وC at the same molar dose. وجدوا أن A وC جاي من A نفس الA وC تبعت B, بس الA وC من C جاي هي نص الA وC من A, يعني كمان هي نص الA وC اللي جاي من B. تمام؟ طيب معناته الـ extent اللي تبع A وC is it the same? The extent of absorption. لا. ليش؟ مين له extent أعلى A ولا C؟ الـ A. A الـ extent أعلى. طيب A و B؟ A the same يمكن. يعني إنهم نفس الـ extent. طب قبل شو حكينا الـ rate لمين أعلى A ولا B؟ أي لبي الريت لبي أعلى. من عم تبين البيك إيرلير الـ A ولا البي؟ الـ A. تعالي مين الريت له أسرع؟ الـ A. كل ما كانت البيك إيرلير كل ما كان تي ماكس شورتر, معناته هذا إنديكيشن إنه وي هاف فاستر أبزوربشن مش العكس. فصار عندنا A وB الإكستنت شو ماله؟ مختلف الإكستنت. The same. والريت الريت الA أسرع. يعني ممكن two formulations يكون عندهم different rates بس the same extent, صح؟ مش هذا خلاصة الكلام؟ طب نيجي نحكي A و C مين الريت له أسرع؟ The same لأنهم نفس البيك, صح؟ والإكستنت الإكستنت The same برضه. شو رأيك؟ حكيك إنه الأي سي اللي من سي نص الأي سي جاي من إيه؟ أوكي. تالي الريت الإكسنت لمين أعلى؟ للأي. للأي أعلى. طب سي وبي؟ سي وبي. مين الريت أسرع؟ السي. ومين الإكسنت أعلى؟ ال البي. سو ممكن يكون الريت اسرع بس الاكستنت اقل, مش هاي الخلاصه؟ يب مزبوط. يعني خلاصه هذا الكلام انه A و C they have the same rate but different extents. الاكستنت لA اعلى. A و B they have the same extent but different rates. يعني خلاصه الكلام مو شرط اذا كان the same rate يكون نفس الاكستنت او العكس. ممكن زي ما حكينا مثلا B و C الريت لC اسرع بس الاكستنت لB اعلى. رايت؟ اوكي شكرا. سو زي ما شفنا نحن ممكن نعتمد على الـ AC ratio حتى نحسب الـ A الـ F absolute. حكينا F absolute is a fraction ما بصير تكون أعلى من واحد. ليش؟ لأنه دائما المقام أعلى من البسط, لأنه دائما exposure corrected for the dose من الـ IV bolus بيكون هو الماكسيمم. فبالتالي الـ exposure جاي corrected by the dose من الـ extravascular ما بصير يتجاوز الـ exposure اللي جاي من وين؟ من الـ IV bolus. أوكي؟ طيب هلا قبل هالمرة حكينا معادلة, حكينا إنه الكلي أو الكوميلاتيف أمونت إكسكريتد from zero to infinity بتساوي رين الكليرانس في AUC from zero to infinity. تذكروا هاي المعادلة من الشابتر الإليمينيشن, which means إذا الدواء عم بيصير له significant renal excretion, يعني الدواء عم بيصير له significant renal excretion unchanged, ممكن أنا أستبدل الـ area under the curve from zero to infinity بالـ cumulative amount excreted from zero to infinity. بمعنى آخر, بدل ما أنا أعتمد على البلازما داتا بالمعادلة الأصلية اللي هي استخدمت فيها الـ area under the curve, ممكن أستخدم أنا اليورين داتا أوكي حتى أحسب الـ F absolute. طبعا شرط أساسي ما حكينا إنه significant fraction عم بصيروا elimination شو unchanged, مش المتبولايت بصيروا renal excretion, لا الدواء unchanged عم بصيروا renal excretion. إذا انطبقت هاي الشروط نقدر نحكي انه الـ F absolute عبارة عن cumulative amount excreted from 0 to infinity على dose, the given dose مقسومة على XU cumulative from 0 to infinity على dose اللي جاي من وين؟ من الـ IV bolus. ومرة ثانية المقام من وين جاي؟ الـ IV bolus. اوكي جميلة ابو مرة معنا؟ نعم دكتور معك. هلا assuming linear pharmacokinetic, هل XU cumulative اللي جاي من الاكسترافاسكولار ممكن تكون اعلى من الاكسيو انفينيتي اللي جاي من الاي في بولس corrected for the dose؟
اللي من الاكسترا فاسكولر تكون اعلى من الاي في. هل ممكن هذا الحكي يصير؟ لا، يعني الماكسيمم اكس يو انفينيتي تيجي من الاي في، جاي من وين؟ من الاي في بولس. معنى اخر الاف ابسوليوت اللي جاي من اليورين داتا هل ممكن تكون اعلى من واحد؟ لا طبعا. فدائما اف ابسوليوت سواء كانت من جاي من البلازما داتا اللي هي اريا اند ذا كير فروم 0 تو انفينيتي او اللي جاي من يورين داتا لازم تكون شو مالها بين ال يعني فراكشن، هي بتكون اقل من واحد. اقل من واحد. ممكن تكون اقل من صفر. طيب لا طبعا، فدائما هي بوزيتيف فاليو، ستريكتلي بوزيتيف، يعني ممكن تكون زيرو، ممكن تكون اعلى من الزيرو، بس ما بصيرش تكون اقل من الزيرو الاف ابسولوت. اوكي. وزي ما حكينا طبعا احنا وي هاف لينير فارماكوكاينتيك، الريت اوف رينال اكسكريشن بروبورشنال للاكسبوجر وين في البلازما. زي ما حكينا قبل شوي انه الاكس يو كوميوليتيف هي عباره عن رينال كليرنس في اي يو سي، كل ما كانت اي يو سي اعلى الاكس كوميوليتيف راح تكون اعلى. اوكي. وحكينا هذا الحكي بس ممكن نطبقه على ادويه اللي بصير لها سيجنيفيكانت رينال اكسكريشن. اذا الدواء بس عم بصير له ميتابوليزم يا حنين سليط، معي حنين؟ نعم دكتور. إذا دواء بس عم بيصير له هيباتيك ميتابوليزم هل ممكن نستخدم هاي العلاقة؟ لا. ليش؟ بدنا نستخدم ال، لأنه بنكون بدنا ال الدادة يلي موجودة في البلاد. ليش طيب؟ يعني الدواء شو ماله؟ هل ببين باليورين unchanged؟ بيكون اللي في اليورين بيكون unchanged، فبدنا إحنا اللي بتكون في البلاد. يعني ده مره ثانيه يا حنين اسمعي سؤالي، لو عم بصير له بس هيباتيك ميتابوليزم ما بصير لهش رينال اكسكريشن، هل بينفع استخدم هاي الطريقه؟ لا لا. ليش؟ لانه حكيت دكتور انه بدنا ال 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 اللي العلاقه اللي بيكون فيها من البلاد. ليش طيب؟ ليش ما اقدر استخدم هاي الطريقه اللي هي داتا من اليورين؟ مش عارف. سو لانه بكل بساطه الدواء ما بيصيرش لين اكسكريشن، يعني رحت تقيس تركيزه باليورين راح تلاقيه صفر، فبتقدرش تستخدم كل هذا الابروتش في الدواء اللي بيصير هيباتيك ميتابوليزم. هذا بينفع بس الدواء اللي بيصير له significant renal excretion عشان تبقى قادر انك تعمل مجرى من تركيز الدواء وين؟ في اليورين بكل بساطه. اوكي. طيب حكينا عن absolute absolute by availability، حكينا سواء كانت من اليورين داتا او سواء كانت جاي من البلازما داتا، دائما المقام هو relevant لداتا جاي من وين؟ من الاي في بولس. هلا بعض الاحيان هذا الشيء ما بكونش available، او بعض الاحيان انت مضطر انك تقارن two different formulations أو two different dosage forms. أوكي. وبالتالي أنت ما بدك تقارن مع IV bolus، بدك تقارن مع إشي ثاني extravascular. أوكي. وتحسب منه الإشي اللي مسميه relative bioavailability. So بحالة relative bioavailability أنت عم تقسم AUC على دوز من مثلا من formulation A على AUC لدوز من مثلا من formulation B. طبعا both of them are oral على سبيل المثال، أو both of them are subcutaneous.